إذا أن أطلق زوجتي. قلت عسى ما شر. قال زوجتي قريبة لي، طيبة، خلوقة، متدينة، مطيعة. والله شو بقى؟ قال بس ما هي جميلة. قلت ليش أنت مزوجها بظلمة؟ ما شفتها قبل ما تزوج تقدم؟ قال لا والله شفتها. قلت ليش قبلت فيها؟ قال ما أدري قبلت. قلت طيب ليش تزوجها؟ ليش تطلقها؟ ضرتك فيها؟ قال لا والله ما ضرتني. قلت طيب ليش تزوج عليها؟ ليش تطلقها؟ قال ما أدري أحس ما هي جميلة. قلت له وانت الحين اشتاء وجون ترافولت الحين ودي اشوفك. انا قاعد كلمة التلفون. قلت له ودي اشوفك، انا ما اظنك جميل. جميل انت؟ وقام يضحك. اه والله يا عمو بالحيل وهاتي. قلت طيب مثل ما تبي جميل، تبي جميل بعد، احمد ربك راضية فيك حقيقة يعني.